هي إيه قصة شركات البترول المصرية اللي هتوصل الغاز الطبيعي لأوروبا؟ إزاي مصر هتقتحم سوق الطاقة الأوروبي؟ وإيه هي المكاسب الاقتصادية ليها؟ هنقول لك كل التفاصيل في الفيديو ده. في الساعات الأخيرة وقع قطاع البترول المصري ممثلاً في الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون غاز عقود تنفيذ مشروعات التصنيع المحلي لمحطات تخفيض ضغط الغاز الطبيعي داخل مصر وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الأخرى داخل دولة رومانيا، وده حصل بعد ما تم اعتماد شركة تاون غاز في هيئة الطاقة الرومانية كمؤاول لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز كأول شركة مصرية تعمل في المجال ده داخل أوروبا، وده بيكون في إطار أعمال اللجنة المصرية الرومانية المشتركة ومنتدى الأعمال بمدينة بوخارست. شارك في أعمال اللجنة المصرية الرومانية المشتركة للتعاون الاقتصادي المهندس ياسين محمد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاز، نيابة عن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. طب إيه هي وجه الاستفادة من القرار ده؟ الخطوة دي بتعكس تقدم مصر في مجال الطاقة وإنتاج الغاز الطبيعي، كمان بتؤكد على التطور الكبير في التعاون مع الجانب الروماني في مجال الغاز واللي أصبح في شراكة استراتيجية معهم، وكمان علاقة متميزة وخبرات واسعة لشركات توصيل الغاز المصرية وكوادرها الماهرة، وده بيؤهلها للمشاركة في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي خارج مصر. كل ده يعتبر نقاط مضيئة لمجال الطاقة المصرية، كمان بتفتح أفاق جديدة للعمل في كل دول أوروبا، وفي إمكانية كبيرة للتوسع في جميع دول العالم، يعني ملايين الدولارات هنقدر نجذبها للخزينة المصرية، واللي بالتأكيد هتعمل انتعاشة قوية للاقتصاد المصري مستقبلا وبشكل دوري. بانكير، نبض البنوك.